السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيمز. شفت كثير من الأسئلة جتني، كيف ألعب مع زملائي أو كيف ألعب مع شخص آخر لعبة فار كراي؟ كيف الطريقة؟ كالآتي يا عزيزي المتابع، أول شيء تدق على المسطرة، بعدين تغير الخيار طبعا الخريطة، سواء مفكرة أو أي شيء ثاني، راح يطلع لك مثل ما تشايف الاي دي حقك، وراح يطلع لك اللعب التعاوني. هنا انت تضغط اكس، راح تطلع لك ثلاث خيارات مثل ما انت شايف. طبعا هذه انا مفعلها بقفلها عشان اشرحها لكم يا عزيزي المتابع واقول لك ايش فايدتها. اول شيء عندك اللعب مع الاصدقاء، بمجرد انك تضغط اكس يا عزيزي المتابع راح تطلع لك القائمه، واتمنى انها تكون طالعه لكم القائمه. طبعا القائمه اذا هي طالعه لكم فهي حقه بلاي ستيشن 5، تختار زملائك اللي يبون يلعبون مثلا، بعدها تضغط دعوه وراح يجونون معك، راح يلعبون معك. طبعا انا الرقم اللي قاعد اشوفه انها 5 مثل ما انتم شايفين، يعني تقدر تختار 5، ما تقدر تختار اي احد ثاني، فاتوقع انك تقدر تشارك ب5 من زملائك او واحد فقط. هذا بالنسبة لايش يا عزيزي المتابع؟ بالنسبة للعب مع صديق. البحث عن شريك يا عزيزي المتابع هذا الاونلاين، اول ما تضغط راح يطلع لك جاري البحث عن شريك. طبعا هذا نادر نادر تحصل فيه ناس، يعني نادر نادر تحصل فيه ناس، وبعض الأحيان يمكن تتوفق لكن نادر تحصل فيه ناس، يعني البحث طويل وما هو كل الناس يلعبون. الخيار الثالث هو مثل ما انت شايف هنا اللون أسود عندك يا عزيزي المتابع، مثل ما انت شايف انت فعل الخيار هذا إذا كنت تبي تجلس على قائمة الانتظار. كيف قائمة الانتظار؟ انت الآن تنتظر أي واحد يطلب أنك تساعده في الشبكة، بمجرد أن أي واحد يبحث عن أي لاعب راح يجيك الخيار، راح يجيك خيار الموافقة، بمجرد أنك توافق راح تنتقل للماب حقه على طول، أو ينتقل للماب حقك. هذا بالنسبة للخيار الثالث الموجود عندنا. طبعا أنا ما راح أتركه مفتوح، أبقى أقفله لأني أنا ما ألعب لحالي، ما عندي أي مشكلة. هذا بالنسبة لشرح طريقة اللعب التعاوني بكارفراي، شوف عزيزي المتابع، بفار كراي 6، واتمنى أن يكون وفقت للشرح يا عزيزي المتابع، ولا تنسانا من الاشتراك والنشر عزيزي المتابع واللايك. تعليق كومنتات حلوة، واشوفكم على خير.